رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها، كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معنا. رمضان ده ملي مقربنا اللمة دي كانت وحشانا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل.